مساء الخير واهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم خاص بقبرشيه المنيا. نيافه الانبا مكاريوس اجتمع بالاباء الكهنه في مؤتمر، وبعد الاجتماع طلعوا بتوصيات مهمه جدا جدا هنناقشها النهارده بند بند مع الكاتب الكبير جرجس بشرى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذ جرجس. توصيات مؤتمر الاباء الكهنه، الناس شيروه على السوشيال ميديا واعجبوا جدا بالتوصيات دي، وقالوا ليت المجمع المقدس اللي كان باب اولى يعني ان هو يطلع بالحاجات دي. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني انا بوجه كل التحيه والتقدير والشكر لنيافه الحبر الجليل انبا مكاريوس، هذا الرجل الذي يذكرنا بغيرة الأباء القديسين على الإيمان وعلى الكنيسة. انعقاد مثل هذا المؤتمر في هذا التوقيت عبارة عن الناس صرخة صرخة تقول لا لكل محاولات إثارة الفوضى التعليمية في الكنيسة والبدع والهرطقات والأخطاء، خاصة في ظل لدرجة ان احنا شفنا بعض الاباء الرهبان والاساقفة يبتدعون في الكنيسة جاء هذا المؤتمر من هذا الاب الغيور الحنون على اولاده وشعبه لكي يزرع في شعبه الايمان المستقيم. ومش شعبه بس، ده بيزرع في الكهنة. عامل مؤتمر للكهنة بقول لهم كذا كذا، وده التعليم اللي تسلمناه من الاباء ولازم نلتزم به، ويخرج عنه ويكون خاطئ وضد تعليم الكنيسة. ده حاجة مشرفة وحاجة الناس فرحت بيها على السوشيال ميديا بصراحة، بيقولوا يعني عايزين الأبروشيات كلها تبقى تعمل زي نيافة الأنبا مكاريوس. بصراحة الراجل ده راجل عظيم وله مواقف طبعا مشرفة طبعا، والتاريخ هو ذكره وتحارب محاربة شرسة من أنصار التيار العلماني، وأنا أعلم ما أقول جيدا اللي هم أنصار التيار العلماني اللي هم بتوع جورج حبيب بيبا والمهرطق وغيره. حروب كانت إعلامية شرسة. هذا الرجل لم يتدنس بتعليم هرطوقية مخالفة لإيمان الكنيسة طبعا. هذا الرجل لم ينجر لموضوع تدعيم أو تمرير الوحدة المزيفة. وقف بكل قوة، الوحدة تكون على أساس وحدة الإيمان. تعاليمه طاهرة نقية خالية من أي ملامة ولا لوم ولا دنس. بيحب شعبه. شفنا الشعب كمان بيحب وشفنا ليه مواقف أيام سيدة الكرم احتضن السيدة، وله مواقف مع الفقراء والمساكين بيروح لهم يقعد معهم دون في البيت تفرقة. مع الأرض بصراحة يعني ليه مواقف، والأطفال تعامله مع الأطفال ده بالسيد المسيح. ده لدرجة أن الرجل ده قال احنا خدام الناس عمال الزباله والنظافه. خدام ليهم. هذا الرجل يعني نتمنى ان كل اباء المجمع وكل اباء الكهنه يقتدوا به، يعمموا ده في كل الابرشيات. نتمنى هذه المؤتمرات في كل الابرشيات، لانه خلي بالك هو مش بيدافع عن ايمان كنيسه بس، ده بيدافع عن مصر، بيدافع عن هويه وطنيه لكنيسه. في بعض الناس او الاجنحه تحاول تمرير مخطط الوحده تمام على اساس ان احنا نخضع نكون خاضعين لكنايس تانية، وده مش هيحصل. تمام. اتمنى انك تقري لنا. هقرا جماعة توصيات مؤتمر الاباء الكهنه، ده كان بتاريخ 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر. المؤتمر كان في الفتره دي 2021. خلال فترات النقاش المفتوح، شوف النقاش المفتوح يا استاذ جرجس، انا هقرا لك التوصيات دي كانت نازله على صفحه المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، كاتبين توصيات مؤتمر الاباء الكهنه بالمنيا. كاتبين بقى الفترة كانت من خلال 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2021، يعني قعدوا تقريبا 3-4 أيام. خلال فترات النقاش المفتوح تم الاتفاق على الأمور الآتية. رقم واحد، اتفاق بخصوص نقاط التعليم والذي كان محور المؤتمر. ياه أخيرا سمعنا حاجة عن التعليم يا جماعة. تم التأكيد على مراجعة من يعلم تعليما لا يتفق مع التسليم الرسولي واحتضانه أولا، فإذا أصر على موقفه فليمنع من التعليم لأنها مسؤولية الكنيسة، كما أنه على الكنيسة أن
تعلن للعامة رأيها في الأمر مفصلين كلمة الحق باستقامة. ياه أخيرا حد اتكلم عن طول. هو بيقول إيه؟ خلي بالك في مثل بيقول لك إيه؟ أضرب الراعي تتبدد الراعي. لو الرأس سليمة، الرأس مش اللي هي الرأس، اللي هو الرئيس، رئيس المؤسسة سليم وأفكاره سليمة هيقود المؤسسة كويس. بالزبط. ولو رئيس المؤسسة أو القائم على المؤسسة أو القائم على العمل بيتبع تعليم مخالفة هيخلي الدنيا كلها فوضى. كله هيتبعها هيقلده هيقلده يعني. وبالتالي هو هنا بيبعث برسالة لكهنة، خلي بالك، لكهنة الإبراشية، وبيبعث رسالة للشعب، لأن دلوقتي احنا شايفين في الفوضى بتاع السوشيال ميديا بعض الأفراد تابعين لأجنحة معينة تريد تمرير تعليم خاطئ في الكنيسة بيستخدموا بعض الشباب المغرر بهم بيضللوا وكذا لكي يضللوا العامة، ولدرجة شفنا زي ما قلت لك كهنة وثقفة. هو هنا بيقول لك ايه؟ لو شفنا تعليم خاطئ من كاهن او من راهب او في حدود اختصاصه احنا هنحتضن الاول، نقول له انت ده حلو جدا يا جماعه وكذا طبعا وكذا، وده طبعا هي الكنيسه وهي دي الكنيسه كده بتحتضن اولادها. ولكن لو اصر بقى على موقفه، لو اصر على موقفه هنقول له لا، وممكن يعني يمنع من التعليم. هي دي الكنيسه اللي هي صح، صح. كجيش بالويه كنيسه شجعه صراحه على موقفه ده. بتقول لا للتعليم الخاطئ، لا للتعليم الخاطئ. بالظبط. لان بولس الرسول نفسه قال له، يعني لما كلم تيموثاوس قال له ايه؟ يا تيموثاوس، مع انه كان اسقف، احفظ الوديعه، احفظها. والكتاب المقدس بيقول تمسك بما ايه؟ بما عندك. بما عندك. وقوانين الكنيسه كلها بتحض على ان الانسان او الراهب او الكاهن او الاسقف يعني يحافظ على ايمان وتقاليد وطقوس الكنيسة الى النفس الاخير، محافظة عليه بقى لها 2000 سنة يا استاذ جرجس. طبعا الراجل بسالة دي عبارة عن ضوء في نفق مظلم وامل كمان بصراحة، وامل في فوضى ونفق مظلم، ناس بتحاول تغيب الشعب عن التعليم المستقيم والإيمان المستقيم. ودي رسالة وعي كمان، ورسالة خلي بالك ان الكنيسة احنا صحيين. ايوة احنا صحيين صحيين، ومش هنسمح بأي انحراف في الإيمان. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. خلي بالك هوية كنيسته وإيمان كنيسته ومصرية كنيسته. الراجل ده وطني. تمام. أقصى درجة. رقم اتنين بقى كاتبين التوصيات. رقم اتنين بقى في التوصيات كاتبين اعتبار عام 2022 عام الخادم للاهتمام به من كافة النواحي. يمسك الخدام بقى يأهلوهم بقى للخدمة. خلي بالك، شوف الذكاء. حلو جدا. لا لا، شوف روح الحكمة. لما ربنا ده احنا لما الكاهن بيصلي والأسقف بيصلي بيقول عن الأسقف أو رئيس الأساقفة مفصلا كلمة الحق بإيه؟ باستقامة. كلمة الحق اللي تفصل باستقامة من قبل الأسقف أو البطريرك أو لابد أن تزرع في الخدام وفي مين؟ وفي الشعب. هما بدأوا بالخدام بقى الأول، هما بدأوا يأسسوا الخدام. ليه بقى؟ طبعا لأن دلوقتي في موجة طلع اللي هي موجة المسكونية، الشباب المسكوني. شباب مسكوني يجيبوه يجتمع بعيدا عن الإيمان وكذا وكذا، ويجتمعوا مع بعض، يا جماعة مش مشكلة كلنا واحد وكذا كذا، كلنا نحب بعض، ما كلنا بنحب بعض، لكن فكرة الإيمان الأرثوذكسي مش بيجيبوا سيرتها. ما يجيبوش سيرتها ولا تتمسك بإيمانك، احنا كلنا واحد، ويذوب تعليم الكنيسة وإيمان الكنيسة اللي احنا زي ما قلتي استلمناه من 2000 سنة. تمام. بالتالي هو هنا بيزرع وبيأسس خدام، وبيقول ان العام ده هيكون عام تدريب للخدام وتنميتهم، علشان كمان يزرعوا في شباب واطفال مدارس الاحد هذا التعليم المستقيم. الخدام بيعملوا كده كمان في مدارس الاحد. الشبان دول لو ما تأهلوش بتوع مدارس الاحد صح، هيطلع منهم قادة في المستقبل ممكن يضيعوا الكنيسة. يبقى الراجل ده بيبص لقدام، بيبص يمكن 50 سنة قدام. ربنا عطيله روح الحكمة والجرأة والإفراز والقوة، الروح القدس وروح القوة طبعا، فهمني؟ وعرض هذه التوصية.
رقم 3 من التوصيات يا جماعة قال التأكيد على إقامة سهرة الأحد في شهر كياكة حتى صباح لتختتم بالقداس الإلهي. رقم 4 التأكيد على عدم جلب أجساد أو رفات الشهداء أو القدسيين قبل الرجوع للمطرانية. حلوة طبعا. عدم إقامة أي فعاليات أثناء الليتروجيات كعرض مواد فيلمية أو توزيع هدايا أو طعام أو مسقات أو ماكينات باكيتات، كذلك عدم استخدام الزينات العالمية داخل الكنيسة فالمسيح وزينة الكنيسة ومجدها. ليه بقى؟ بدأت تتسلل الأيام دي، شفنا بعض أساقفة بيحتفلوا أمام المسبح بأعياد الميلاد، التورتة تتقطع قدام يعني مسبح الله، ده الستر كمان مفتوح، الستر بيبقى مفتوح، ده لسه لابسين اللبس ويعطي يا يعطي. شفنا أباء سقفة بيحتفل والستر مفتوح والمسبح ولسه الذبيحة كانت موجودة والملاك لسه صرفينه ملاك الذبيحة، طب يخلعوا حتى ازاي ويحتفلوا بعدهم يعني. ويعطوا كرامة لمين؟ كرامة لشخص الاحتفالات أو ويمجدوا أشخاص على حساب أعياد ميلاد وزينة الكنيسة ويخلوا الحاجات العالمية تغزو الكنيسة. صح. تمجيد الأشخاص وتكريمهم ورتب الكنيسة واجب، بس في مواضع معينة وفي طقوس معينة، ولكن الاحتفالات العالمية لما تنتقل للكنيسة أيوة هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى ما ينفعش. احنا شفنا البابا، شفنا مشهدين، شفنا البابا تودروس جاب ناس جوه أديرة، شفنا ناس بترقص جوه أديرة دير الأنبابشو في لوجوس مهرجان كبير، ولولا الناس تصدت وده وده كان النهاية بتاع المؤتمر يعني، يعني كانت كويسة نوعا ما. هو كتب كمان من ضمن التوصيات إضافة يوم السبت إلى يومي الجمعة والحد لإقامة التذكارات مع التأكيد على أن تقام جهرا في الثالث والأربعين والسنوية الأولى فقط. رقم 7 التأكيد من جديد على عدم إلحاق أي سيدة أو فتاة بالعمل داخل الكنيسة وإنما في المؤسسات التابعة لها، يعني كالحضانة يعني والمدارس ودور المغتربات والمؤسسات الطبية، وهذا بالطبع خارج مبنى الكنيسة. بص بقى. هو في حاجة فعلا في مكتبة داخل الكنيسة مثلا احنا شفنا هو سكرتارية داخل الكنيسة، الرسالة واضحة ورسالة غير مباشرة. في محاولات لتمرير خدمة المرأة خدمات لتروجية كقارئ داخل الكنيسة. لما يجي نيافة الأنبا مكارلس وياخد توصية بشأن خدمة المرأة في الكنيسة إن خدماتها ما تكونش جوه بل في حاجات ملحقة بالكنيسة. الكلام ده ليه؟ شفنا، أنا من وجهة نظري يعني الشخصية، شفنا الفترة اللي فاتت محاولات لتقديم المرأة كقارئة في الكنيسة، قارئة تقرأ سنكسار ومش عارف ايه وبولس وكاسيليكون وشفنا الأنبس حق قبل كده المقرصات دخلوا الهيكل وزفة وكذا. هو هنا بيقول احنا كنيستنا المرأة لا احترامها ولا خدمتها والكنيسة تجلها بس خدمتها خارج الكنيسة، بس خدمتها هي لا توضع عليها اليد يعني في الكهنوت، لا توضع عليها، هي شماسة ممكن تقام شماسة أو خادمة أو مكرسة لكن لا توضع عليها اليد، وبالتالي ممكن خدمتها تخدم فقراء مساكين، تخدم طوز نساء. بالك هو ذكي، ذكي مرضيش يحرج يعني، هو قال دي دور المرأة ومجالها وكذا وكذا تبقى خارج الكنيسة مش جوة، وعايزة تخدم تخدم في حاجات ملحقة بالكنيسة، لكن فيما معناه انه بيدي رسالة ان المرأة ليس لها عمل لتروجي. أيوة عايز يوصل دي بس بطريقة مباشرة لا وبطريقة محترمة. رقم 8 يا جماعة من التوصيات كان بيقول اعتبارا من تاريخه ستعتمد المطرانية للخدام الذين تم إعدادهم في كنائسهم لتكون شهادة إجازتهم للجنة مشكلة لهذا الغرض، يعني اخدوا شهادة معتمدة كمان عشان يكونوا. شفنا الفترة اللي فاتت ان الطيار العلماني القبطي كان من اهم مطالبه افتراس مدارس الأحد. شفنا كمال زاخر واللي هو عايزين ناس غير مؤهلة، تلميذ النجيب لجورج حبيب بيباوي المحروم كنسيا، وبتعطي الفكر الحديث واللاهوت التحرري، عايزين يسيطروا على مفاصل مدارس الأحد. بالتالي هو هنا بيدي حصانة بيدادي على أولاده، بيقول يا جماعة مدارس الأحد الخادم اللي هيطلع عندنا مش هيطلع يدرس في مدارس الأحد إلا بشهادة مختومة، إلا
تختبروا لجنة ده حلوة جدا وتختبروا الشهادة بتاعته حلو وده ينفع مؤهل ولا مش مؤهل مؤهل ولا غير مؤهل وبالتالي تضمن ان الطلبة او النشأ اللي طالع او في ايد امينة النشأ الكنسي اللي طالع في ايد امينة ومتأسس ايمان مستقيم كويس ده حلوة جدا على فكرة وكان المفروض مش لمبة مكرس اللي يقول كده المجمع المفروض ان البابا او الكنيسة هي اللي تطلع هذه التوصية طبعا ونتمنى ان كل الاساقفة يعملوا الحاجات دي حذو. رقم 9 بقى من التوصيات يا جماعة بيقول تم الاتفاق على ان يكون للكاهن الجديد اشبين من الاباء الشيوخ في مجمع الابرشية يكون مرجعا له في السنة الاولى من كهنته والرب يبارك كل عمل لمجد اسم القدوس ويفتن امام مكانه خلي بالك خلي ده كان بتاريخ 1 ديسمبر يا جماعة الكلام ده بيفكرني انتوا كنت عامله حلقة عن راهب اسمه محترمنا الكامل له ابونا موسى البراموسي ابونا موسى البراموسي بعتوه لكندا شرق كندا وكان الشعب بيقول غير مؤهل وبيشتم الناس وبيعمل الناس وده وده مش عارف يوعظ كمان ومش عارف يوعظ والناس بتشكي منه ده حلو كان المفروض يتم تأهيل ابونا بالطريقه دي موسى البراموسي موسى البراموسي بالطريقه اللي لا لا ياخد شهاده معتمده للخدمة هو هنا بيقول ايه لو احنا رسمنا كاهن جديد الكاهن الجديد ده يكون تحت قياده اباء مخضرمين وشيوخ ياخد مشورتهم صح ياخد ايه مشورتهم لو في حاجه يقولوا له ده غلط صح. وده صح ده حلو جدا ايمانيا غلط صح ويقتدي بيهم صح وده معناه برضو ان اي كاهن في المنيا يحاول الخروج على تعليم الكنيسه او مال الكنيسه ستكون هناك قرارات يعني بلا هواده ضده اولا هيحتضنوه اولا ان لم يتراجع سيكون هناك يعني تصرف اخر من الكنيسه ضد كل من يحاول ان يخرج على ايمان وتعليم الكنيسه بتعليم خاطئ ودي خطوه كويسه طبعا خطوة يا استاذ جيرس طبعا ممتازة. انا بقول لك السوشيال ميديا اتقلق كله شير البيان على صفحته كله شجع الفكره دي وكله عايز ده الانبا مكارس كنا مستنيين حد ينطلق الانبا مكارس هو فخر للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه طبعا فخر ويعتبر عمودا من اعمده الكنيسه ليس نفاقا لا 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 لان اعماله بيحبوا جدا على فكره شعبه بيحبوا جدا وياما اقلام وياما برامج إعلام تابعة للتيار الأيمن القبطي اللي هو الدعم للهرطقة نزلوا فيه وطلبوا انه يمشي مش عايزين تعرض لهجوم كان مين الذي ثبته الله صح وشعبه اللي بيحبه صح. ودلوقتي هو مش بيحبه شعبه بس ده العالم الأقباط كلهم على مستوى العالم بره وجوه بيحبه هذا هو بصراحة أسقف خدوم وبيحب يفتقد الشعب احنا شايفينه بصراحة بيدق على كل باب الغني الفقير قبل الغني يا استاذ جلس ده بيفتقد بيقعد معاهم وبيعص وبيعلم تعليم صحيحة ويحذر من التعليم المخالفة بيعمل ولا يجامل على حساب الحق ونتمنى ان كل الاباء اللي طالعين من تحت ايديه يكونوا متأسسين ومتأسسين ويحذو حذوه في التعليم والرعايه معلش يا استاذ بتمنى يعني. كان في برضو الناس على السوشيال ميديا تسالوا سؤال كده ليه المجمع المقدس ما يعني هو كان باب اولى ان هو تطلع التوصيات دي من المجمع ليه المجمع المقدس ما بقاش شغله الشاغل التعليم هم حاطين بده دي هنعمل عنها حلقه مخصوص هنقول ليه انجرف المجمع الى الاهتمام بالتنميه والماده والاستثمار بعيدا خلي بالك ده وفقا لقوانين الكنيسة وقوانين الأباء الرسل إن المجمع يجتمع مرتين وخلي بالك ما قالش يتناقش في أمور تنمية بيقول للأمور التي يتم التشكيك فيها والحاجات دي الإيمانية يرد عليها ويتبحثوا فيها ومشاكل الرعاية كمان طبعا لكن ده مفيش خالص ده البيان ده والمؤتمر ده احنا نشجعه بصراحة والتوصية ده هو ربنا واقف معاه هذا الرجل الوطني هذا الرجل الغيور على كنيسته واكيد خلي بالك الكتاب بيقول لك ايه الله لا يترك نفسه بلا شاهد هذا الرجل هو شاهد للمسيح ولايمان وشاهد لايمان الكنيسه واتمنى ان يكون في اساقفه كتير تحذو حذو اتمنى
نتمنى ان كل اوبرشيه تعمل عمل زي ده. اتمنى تعمل تجتمع بالكهنه ويشوفوا مشاكل عندهم ويهتموا بالتعليم، اهم التعليم ثم التعليم. خلي بالك انا عايز اقول حاجه، حاجه لا نقاش عليها في ظل الجرجس، الناس كانت بتتكلم على اوبرشيه المنيا الان بمكاربس شغال فيها، هم عايزين الاسقف يشتغل في الاوبرشيه بقى، يهتم بالتعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم يا جماعه، ده الاساس. التعليم بتاعك انت هتعلم ايه للناس؟ لو حافظت على الايمان الارثوذكس السليم يبقى انت كده، انت كده مؤتمن صح. انت في ايدك امانه، انت كده حافظت على الامانه اللي انت تعهدت انك تحافظ يعني بالزبط. وقت رسالتك تعهدت بالحفاظ على ايمان وتعليم وطقوسه وقوانين الكنيسه. معلش يا استاذ جرجس انا بس ملاحظه على بعض من الاساتذه في الطبعه ما اقدرش اعمم، مهتمين اكتر بالمشاريع والاستثمار، تقول لهم ايه؟ يعني اولا ربنا مش هيحاسبكم انت جبت كام مبنى وبنيت كام مبنى وكام عمارة وكام مؤسسة للكنيسة. انت تعهدت في نص التعهد الحفاظ، قلت دمه دم الرعية ستطلبها من يدي. وبالتالي اللي ربنا يحاسبك عليه ربنا مش يعني مفروض شغل الشغل خلاص النفوس، مش هيحاسبك على المباني ولا ده ولا المادة والفلوس جبت كام قرش وكام مليون وكام مليار، هيحاسبك على النفس الواحدة صح اللي تهلك، ممكن تضيع، ممكن اسقف يضيع بسبب نفس واحدة أعصرها. يعني في ظل الفوضى دي وفي ظل الكلام ده، الكلام ده مش جديد، ده الكلام ده عانى منه القديس باسيليوس الكبير. يعني في أيامه كانت هناك فوضى في التعليم وهرطقات ودودة، الأنبا مكاريوس عمل زيه، عمل زيه عملا وليس قولا، لدرجة أن القديس باسيليوس الكبير في زمنه قال جملة عجيبة، كتب رسالة وكان خايف على الكنيسة وقال جملة عجيبة. طلع قال ايه؟ قال الأمور هنا في حالة يرسى لها، يعني الأمور صعبة تخلي واحد يبكي. أيها الإخوة المكرمون، أحزاننا معروفة جيدا ولا تحتاج إلى من يسردها، فتعليم الآباء احتقرت. احتقرت. هنا الأنبا مكاريوس بيقول للكنيسة لا، احنا هنفضل متمسكين بتعليم أبائنا. فتعليم الأباء قد افتقرت وتسليم الرسل قد دمر. تم التدمير. تسليم الرسل هنا في البيان في الوصية هنا في يعني التوصيات بيقول كل التعليم لازم يكون متوافق مع تسليم الكنيسة وتسليم الرسل هنا. ايه طبعا لسه قارينها دلوقتي. بيكمل الأنبا القديس باسيليوس الكبير وفي رسالته يقول صار الناس ماهرون في البلاغة للاهوتيات، تم استبعاد الرعاة. أيوة. واحتلت الذئاب مكانها. مين الذئاب؟ اللي هم الهرطق واللي بيعلموا تعليم خاطئ. الذين يمزقون قطيع المسيح، الناس اللي هي بتعلم تعليم خاطئة، بيحس بقى الناس والشعب والكنيسة بيقول لهم استخدموا الغيرة في الحس على التقوى، انقذونا من هذه العاصفة، عاصفة التعليم والهرطقات. دعوا التعليم الطباوي الذي للأباء ينطق به بغير خوف بيننا وتبنى الكنائس على تعليم سليمة. تمام. عايزة أقول حاجة مهمة، زي ما في أساقفة احنا بنسلط الضوء عليها مش هجوم على شخص الأسقف نفسه، لا احنا بننتقد يا جماعة بعض أفكار او بعض حاجات مثلا مع الشعب اتعاملوا ازاي مع الشعب او في مشاكل في الأبرشية، فاحنا بنسلط الضوء علشان تبقى الأبرشية عندهم احسن حال يا جماعة، واحنا كمان بنتكلم لصالح الكنيسة. دي حاجة. الحاجة التانية احنا بنتكلم برضو على الأسقف الإيجابي طبعا، أسقف نشيط فعلا في الخدمة. نيافة الأنبا مكاريوس احنا كنا لازم نتكلم عليه النهاردة علشان نوضح للأبرشيات الأخرى، شوفوا الأسقف النشيط فعلا بيتقال عليه نشيط في الخدمة ازاي، وأسقف تاني من كل اهتماماته. خلي بالك إن الموضوع هي مش نشاط، الموضوع مش نشاط، ما في ناس نشطاء في التنمية. ايوه ما انا بقولك الموضوع مش نشاط، ده خدمة حقيقية، ده هو نشيط في الأمانة. الأمانة الأرثوذكسية، الأمانة في الحفاظ على الأمانة الأرثوذكسية بالزبط. ماسك بديه وبسنانه. انت فاكر البابا يا ديسكورس قامت الملكة بلوكاريا نفسها هي زوجة الإمبراطور لطمته لأنه كان محافظ طبعا وكسرت سنانه.
في الناس قالوا ربنا معاك يا نيافة الأنبا مكاريوس واحنا خايفين لحسن تتحارب. في بعض الناس يعني في ناس مش عايزة الكلام ده. في آية بتقول لك يا ابني في آية في سفر يشوع بن فراغ بتقول يا ابني إذا تقدمت لخدمة الرب إلهك فهيئ نفسك للتجربة. صح. بالتالي هو عارف الرجل. هو عارف بس الذي معنا هو الذي أقوى من الذي. وخلي بالك علينا. الشعب كله معاك يعني. الذي معنا. الشعب كله فرحان. We'll be right back.
Thank you.